السلام عليكم بنات، كيف انتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيانه؟ نتمنى يا ربي يلقاكم الفيديو ديالي في تمام الصحه والعافيه. كيف دوزتوا النهار الاول رمضان بالنسبه للناس اللي صاموا والناس اللي عاد صاموا اليوم؟ الله يتقبل وان شاء الله يدوز كل شيء بخير وعلى خير. مهمة البنات، اليوم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم اول نهار من رمضان، كيفاش داز عندنا الاجواء ومائده الافطار اللي حضرت في هذا اليوم هذا. المهم انا كيف ما شفتوا الصباح، كما كتعرفوا الصباح كيكون شويه خاوي، يعني ما كاين شي حاجه اللي غادي نديروها، كنصليو هكذا ونقراو شويه القران صافي. وهنا كيف ما كتشوفوا الوليدات داروا في التلفازه هكا، بغاو يديروا شويه سبور، بداو كيقنطوا نتوما كتعرفوا. المهم يخرجوا شويه الطاقه ديالهم، نتوما كتشوفوا كيترينيو ايوا صافي. هكذا الصباح ديالنا، انا كنشجعهم كيقولوا لي اجي ديري معنا شويه سبور، كنقول لهم من بعد ما كرهت، ولكن مازال ما مقراش انني نبدا. كل نهار كنقول اليوم غدا، ولكن المهم صافي. هنايا كيف ما شفتوا كانوا كيطريدوا، وانا جالسه قدامهم كنقول لهم شكون اللي كيعرف يلعب شكون اللي ما كيعرفش صافي. وخليتهم هكذا كيلعبوا معايا وكيطريدوا مع بعضياتهم، كيديروا الحماس في بعضياتهم هكذا ملي كينوضوا كاملين هكا يعملوا الرياضه. وانا غادي نمشي للكوزينه ديالي نبدا الفطور. هنا كانت يعني تقريبا 3 د العشيه صافي، راه الساعه ديال الفطور خصني يلاه نبدا. اول حاجه غادي نبدا بها هو غنعجن خبيزات بالخميره البلديه وبالدقيق الكامل كيف ما شفتوا معايا، وهذا وغندير فيهم واحد معلقه د العسل. بصراحه هذا الدقيق اول مره غادي نجربوه، عاد جابوا لي زوج ديالي اول مره غادي نجربوه، وغادي نشوف واش كي راك عارفين اول مره ملي كتجربوا شي دقيق واش كيشرب الماء، واش كيبقى هكا ما كيشربش الماء كيبقى خفيف. مهم كيف ما شفتوا معايا غادي نعجنوا بالخميره البلديه، هي هذه اللي كنت موجداها على اساس باش غندور الحريره ونعجن بها، يعني وجدت كمية اللي كبيرة شوية. ومعهم درت دقيق الفورس اللي كيكون بيو صافي، هادشي اللي كاين. وغادي نزيد شوية المليحة كما شفتوا معايا، درت واحد المعلقة العسل باش يحمرهم شوية ويجيو شي شوية محمرين. كما كتعرفوا الخبز هكذا او الدقيق اللي كيكون كامل ما كيتحمرش داغي، ما كيبقاش هذا اللون ديالو الابيض. مهم هذا العسل شويه كيحمرهم، اللي ما بغاش يدير شويه سكر وصافي. كيف ما كتشوفوا معايا درت الكميه متساويه بحال الخميره البلديه بحال الدقيق الفورس بحال الدقيق الكامل، يعني جاوا مساويين مع بعضيتهم. غادي نزيد هنا شي معلقه كبيره ديال زيت الزيتون اللي كيخليهم هكذا يجيو رطيبين. انا كنزيدهم في هذا في هاد الخبيزات هادو المقلاة او لف بوشيار، يعني كيعطيهم واحد الرطوبه من بعد، ماشي كيبسوا دغيا ولا كيبقاو رطبين صافي. وغنجمع بالماء الدافي عادي العجينه العاديه ديالنا، غندلكها شويه. هنا غتشوفوني كنحيد شي حاجه، هذاك التمر البنات كنت زدته في الخميره ديالي لانني درت كميه اكثر كيف ما قلت لكم باش تبقى ليا باش ندور الحريره ونعجن يوميا. انتم كتعرفوا غادي نحتاج كميه اكثر، ماشي بحال الايام العاديه، يعني كندير غير كميه قليله للخبز وصافي. هنا زدت الكميه وزدت شويه ديال وزدت هاد التمرات هادو باش يكون المفعول احسن والخميره ديالي تعطي نتيجه احسن صافي. هنا غادي نجمعو، درتو شي شويه خفيف، يعني في العاده انا كنعجن هاد الخبيزات شي شويه خفافين، ما كنبغيش ندير العجينه ديالهم قاصحه. ومن بعد الدقيق يعني كيشرب شويه، ولكن هذا الدقيق هذا ما كيشرب شيء، يعني كيبقى في نفس القوام ديالو اللي غادي تعجنيه فيه. جاوني شويه خفاف بزاف، مهم ماشي مشكل، خليتهم يخمروا كيف ما العاده. وهنا دزت غادي نصاوب واحد البريوات ديال الحوت بديكشي اللي عندي في الدار البنات. صراحه خديت هنا الشعريه الصينيه، لاصوص طوماط، خديت هنا الكركم، الكمون، الثوم، السكنجبير والمعدنوس والحامض او الليمون، وخديت هاد الاعشاب اللي غنسم بهم وشويه الفلفل الحار والملح. هنا هاد الهبره ديال الحوت كانت عندي قطعتها صغيره، وبالنسبه للشامبينيون او الفطر حتى هو عندي فريج قطعته صافي. هادشي اللي غنستعمل فيهم، وبصراحه كيجيو زويونين كيجيو بنانين بحال البسطيله د الحوت، يعني كتجي فيهم ديك النغيمه ديال الحوت.
وصافي هادشي اللي كاين. غادي ناخد هنا كل شيء مع بعضيتو، ما غاديش نشحر بالحاجه بالحاجه، كل شيء غنضيفه مع بعضه. كما شفتوا عصرت الليمون، غنزيد لاصوص طوماط وصافي والملح، وغنضيف ندير كل شيء فوق المقلاه فوق النار عفوا باش يتشحر لي كل شيء مع بعضه صافي. وديك ساعتي عاد غادي نزيد الحوت وغادي نزيد الشعريه الصينيه. كما كتعرفوا الفطر راه ما كياخدش واحد المده طويله باش يطيب. هنا زدت زيت الزيتون ضروري، ما كياخد شي مده طويله. مهم انا غادي نوريكم كل شيء. دابا هنا صافي حطيته فوق البوطه، ومره مره غنبقى هكذا نحركه. ودزت عاود باش نصايب الحريره. الحريره البنات غادي نشارك معكم هاد الماكينه هذه او هاد الاله البنات اللي غزاله يا البنات من ليدل. عرفتوا البنات كتطحن كل شيء، كتعاونني انا بحال هكذا. في رمضان في اسبانيا كانت عندي وحده، وملي جيت هنا خديت وحده اخرى من ليدل. هنا غتشوفوني كنوريكم الربيع البنات، لانني عاد اليوم لقاه راجلي وجابوا لي. ما كانش يعني عندي في الدار، يعني نهار الاول رمضان عاد كتب انه يجي للدار. وانا ما بغيتش نحتفظ به هذا العام في المجمد صراحه الله، بغيت نخليه هكذاك فريش. ان شاء الله نوريكم الطريقه ديالي باش كنحتفظ به. ماشي شي حاجه صعيبه، ولكن مهم بالنسبه لي هنايا البنات كندير كل شيء مع بعضه. انتم شفتوا غندير البصله، غندير الكرافس، غندير المعدنوس، غادي ندير الطماطم، كل شيء وغنطحنه مع بعضيته. يعني دغيا بلا ما تحتاجي تبقاي تقطعي كل حاجه بوحدها، تطحني الطماطم بوحدها وتقطعي البصله وتقطعي الربيع، يعني غياخد منكم وقت طويل. هاد الاله ديال البنات غزاله غزاله والله الا، وما غاليش بزاف من ليدل، يعني راه كيجيبوهم مره مره في ليدل صافي. وكتجمعي كلشي مع بعضيتو كطحنيه، وكيجي داكشي مطحون هو هذاك، يعني الربيع كيبقى باين ماشي كيتطحن مره. بالنسبه للبصله كتجي هي هذيك. الطماطم البنات هنا غتشوفوني كنزول القشره ديالها. هذه درتها طابت في واحد الكاسرونه، درت عليها الماء ساخن وخليتها هكذا اي واحد 5 دقائق وطفيت عليها صافي. بسهوله كتزول ليها القشره ديالها. عرفتوا البنات هنا زولت القشره، ومن بعد ملي طحنت بنت لي ما عطاتش مطيشه ديك الحموره اللي بغيت، وانا نشوف في القشره قلت علاش غادي نضيعها، ورجعت القشره ديالها. صراحه عاد بان اللون بان لي ملي زدت القشره ديالها. المهم بغيت نقولها لكم، كاين الناس اللي كيحتفظوا بالقشره كيصوبوا بها الطماطم مركزه، ولكن انا مهم انا قلت لكم درت غير هذه الطريقه وصافي، وفعلا جات حمراء صافي. هنا من بعد ما تشحر لي انا عيني هكذا وعيني هكذا، من بعد ما تشحر الفطر زدت عليه الحوت، لان كما كتعرفوا الحوت راه داغي غادي يطيب، ما غاديش ياخذ مده طويله، يعني صافي واحد 3 دقائق 4 دقائق صافي وغنزولو. هنا طفيت النار صافي، وغادي نزيد الشعريه الصينيه اللي كنقطعها هكذا بالطريقه العاديه باش كتعاوننا البنات ملي كنكونوا كنعمروا، وما كتبقاش كيتهز لينا كلشي مع بعضه. يعني هذه كتكون طريقه سهله كنظن البنات كيعرفوها صافي. وغادي نبقى ندخل فيها الترميله ديال الحوت. عرفت واحد النسيمه جات البنات غزاله بحال ليله، قلت لكم البسطيله مشكله بالحوت. انا البنات ما كانش عندي الحوت كامل، لان مشى راجلي باش غادي يجيب لي يعني داكشي اللي غادي نزيدو، ما لقى حتى شي حاجه. انتم كتعرفوا البنات الاجواء مؤخرا كيفاش دايره، يعني الا لقيتي حاجه ما كتلقيش 10 وصافي. هنا البنات دزت باش غادي نصاوب الحريره صافي. هادشي اللي غندير انا في الحريره ديالي، كيف ما شفتوا معايا داك الخليط اللي طحنت مع بعضيته، هذا هو الماء البنات اللي طيبت فيه الطماطم، خليته حتى هو باش غادي نزيد عليه هاد الترميله هادي. وغادي نزيد الكركم، شويه الابزار والسكنجبير. هنا غنزيد الحمص اللي بيو، والعدس حتى هو اللي بيو، العدس هذا خضر كيجي البنات صافي، والملح وزيت الزيتون، وغنزيد واحد شويه د السمينه، وغادي نشعل على الحريره ديالي. يعني هذه هي الحريره ديال اليوم، ما كندير فيها البنات انا نكذب عليكم لا اللحم لا كما كتعرفوا مؤخرا انا مبعده من اللحم بزاف بزاف. ودابا في شهر رمضان كنقول زعما غنحاول ما ندير حتى شي حاجه باللحم ان شاء الله، الله يعاوننا الا ما تشهينا شي حاجه. مهم انا كما كتعرفوا اللحم والدجاج يعني مبعد عليهم بزاف، الا كانت شي حاجه هكذا طبيعيه، شي لحم الغنم اللي كيكون يعني مرعي، اولا الدجاج اللي كيكون بلدي وصافي. هنا البنات دزت باش نشارك معكم واحد الحاجه اخرى. مهم بالنسبه للحريره ديالي مرقت البنات صافي، وغادي نسد عليها ما غنشحر ما حتى شي حاجه، كلشي مع بعضيته. هنا دزت باش غنوريكم هاد الاله هذه اللي قلت لكم خديت من ليدل.
غادي يعني كتسهل بزاف يا البنات. بالنسبه انا بغيت الجزر مبشور باش غادي نديرو في واحد الحشوه، انتم كتشوفوا يعني بسرعه البرق صافي كي كي هادي كي يعني كيتحك وكيعطيني داكشي اللي النتيجه اللي بغيت انني، وبواحد السرعه قلت نشارك معكم. دائما البنات الحويجات بحال هكا اللي يسهلوا عليكم ما تبخلوش على راسكم بهم البنات، يعني خذوهم يعني كيسهلوا عليكم بزاف الحوايج وما كيبقاش الوقت يضيع عليكم. كيف ما شفتوا النتيجه كانت هي هذه ديال الجزر اللي بشراتو لهاد الاله هذه اللي لقيتوها البنات في الليدل، غير خذوها غزاله. وهنا البنات دزت باش نعمر البريوات ديالي، يعني من حاجه لحاجه انتم كتعرفوا كما كنبغيو شي نضيعوا الوقت، وكنحاول باش نوجد كل شيء على بكري البنات باش يبقى لك الوقت تجلسي شويه ماشي حتى الساعه المغرب عاد كل شيء كيبدا يجري. احسن حاجه بحال هكا كل شيء يوجد على بكري. هذه الورقه البنات اللي كنت شاركت معكم في مشتريات ديالي لرمضان كنت خديتها من عالدي، صراحة يعني عجباتني البنات زويونة جات فاش كنخدم بها، يعني ما جاتش واقفة بزاف ولا غليظة، جاتني رقيقة صافي. هنا غندهن غير بزيت الزيتون، ما غندير لا زبدة لا والو، كما كتعرفوا حنا كنقيلو صايمين وغناكلو الزبدة. مهم كنتفادى انا هاد الحوايج هادو صافي. غندهنهم غير هكا شوية بزيت الزيتون وغنبدا ندير في الحشوة ديالي. اصلا الحشوه فيها زيت الزيتون وفيها يعني هاد الصلصه غادي تخرج شويه مع الورقه، غادي ترطبها وغتعطي هذيك القرمشه من بعد ما غنضيفوها في الفرن. بالنسبه لي انا في الاول كنت غادي ندير غير هاد هكا نديرهم على هاد الشكل، ولكن في الاخر ملي جاوا البنات كيعاونوني هكذا كي خصهم حتى هما يجربوا، حقيقه كانت اول مره يجربوا معايا، قالك لا نديرهم بريوات نديرو هادي صافي. ومشينا معاهم على داكشي اللي بغاو. هنا البنات شاطت لي شويه الحشوه، هما اللي غادي يلويوها بالباط فيلو، كانت حتى هي شاطت لي في المره اللي فاتت فاش درت بقلاوه اللوز، ما شاركتش معكم لانني ديجا شاركت معكم في رمضان الفائت اللي فات، وصافي ما قلت ما احتاجش نبقى نعاودو في الحاجه صافي. غادي يعمروهما هادو، يعني ما كانتش كميه كبيره اللي عمروهما، ولكن مهم كيف ما قلت لكم اول مره بما ان كاين شويه الوقت وكاين شويه الملل، خليهم بحال هكا البنات يعاونوكم، انا ولدي ولا بناتي يعني بصراحه ملي كتكون شي حاجه هكذا وهما كتعجبهم. هنا انا كنت خدامه البنات حتى جاوا عطيني انا اللوي انا اللوي، قلت لهم يلا اجيو وعطيتهم صافي، يعني نديروا معاهم شويه الخاطر باش حتى هما يخرجوا واحد الطاقه اللي كتكون فيهم. انتم كتعرفوا الوليدات كيكونوا حركيين بزاف، يعني ما يمكنش غادي يبقاو جالسين نهار كامل صافي. شي حاجه اللي عجباتهم وبغاو يديروها البنات يخليهم يخرجوا الطاقه ديالهم فيها صافي. وهنا لوينا كل شيء سالينا كيف ما شفتوا، عجبهم الحال. البريوات جاهم شي شويه صعب باش يلويهم، ولكن السيجار بحال هكا جاهم ساهل. المهم درنا معاهم اللي قدرنا وصافي، اللي يقدروا هما يديروه صافي. صافي هنايا ما دهنتم بتا شي حاجه البنات غير بالزيت اللي دهنتم به في الاول صافي، ودخلتهم للفرن باش يطيبوا. يعني ونقصت عليهم باش تجي ديك الورقه مقرمشه، ما كنبغيش انايا الورقه تطيب غير من الفوق ومن الداخل تبقى هكذاك، يعني نقصت عليهم بما انه باقي شويه الوقت وقلت لهم طيبوا على خاطركم. هنا البنات دوس باش غادي نبدا نوجد في الطبله ديالي، يعني باقي الوقت راه يعني باقي تقريبا شي ساعه ونص، ولكن انا كنفضل بحال هكا البنات ان نقاد الطبله ديالي، نجبد المعينات اللي غادي نستعمل باش ماشي حتى تبقى شي ربع ساعه عاد نبداو كنجريو، باش تكون ديك الطبيله بالمزاج ديالها ماشي بلا مزاج غير بمزاج غير بالجري. المهم هنايا خويت الطبله ديالي، وكيف ما شفتوا انا دائما هاد الحويجات بحال هكا اللي كنكون منزلهم فوق الطبله كندير لهم بليصه من بعد ملي غنحيدهم فوق الطبله، ماشي غير نحطهم في المكان. يعني الوليدات كيجريو انتما كتعرفوا يهرسوا شي حاجه ولا، يعني كندير لهم بليصه ديالهم فين غادي نحطهم وصافي. هنا درت هادو اللي هاد شنو سميتهم بلاتي نتفكر الاسم ديالهم ميلاجا، مهم مشى. مهم هادو اللي في كيجيو في هذا اللون الغوز او الوردي، قلت اليوم غادي ندير هذا اللون هذا وغادي ندخل معاه البياض. هنا جبدت البنات مشيت للكوزينه وبقيت كنقلب فين ما كانت عندي شي حاجه في البياض جبدتها، غنقضيو باللي كان البنات. انتم كتعرفوا ما كاينش ملي غتمشي تشري شي حاجه اخرى ولا هذا، مهم اللي كاين عندنا في الدار نقضيو به ونبدعو، وان شاء الله كل شيء يجي وادك. التاويل كيغلب الشطاره البنات صافي.
مهم جبد داكشي اللي عن جبد، وهنا الحريرة ديالي كانت طابت. غادي نبدأ ندورها كيف ما غتشوفوا معي، غادي ندورها بالخميرة البلدية. أنا حيد دوك التميرات البنات، وهنا كما كتشوفوا راه ثقيله، غادي نزيد فيها شويه الماء، وما غاديش نزيد الماء العادي البنات، الماء اللي غيكون طبيعي وديال هذه ديال القله اللي عندي انا كنشرب منها، هو اللي كنزيد دائما في الخميره البلديه البنات. غير جربوا هذه القضيه، راه الخميره ديالكم كتفاعل بواحد الدرجه كبيره ملي كيكون هذا الماء حي، كيحي حتى الخميره البلديه البنات. صافي هنا غادي نخففها شويه وغادي ندور، ودائما غنخلي شي حاجه قليله باش نزيد عليها اليوم الثاني وندير عاود الخميره ديالي نعجن بها، ولا المهم الحاجات اللي غادي نصايب بها وصافي. حاجه اخرى كنزيد البنات ملي كنكون كندور الحريره هو الكرافس، كنقطعو، كتعجبني ديك النسمه ديالو كتبقى في الاخر، كيبقى فيه يعني شويه الجهد ماشي بحال في الاول، وكنزيد شويه القصبر حتى كنطفي عليها ملي كندورها وكطيب وتسالي، كنزيد شويه القصبر كيعطي واحد النسيمه غزاله البنات، جربوها. كتبقى ديك الحريره فيها واحد الرويحه مهم. البنات هنايا من بعد ما صافي هذا بديت كندور الحريره، بغيت نشارك معكم كيف ما كتشوفوا ملي كديروها بالخميره البلديه البنات، راه كتبدا دير واحد الكشكوشه، كتبدا طالعه بحال هذيك الخميره البلديه كتفاعل مع الحريره، وكتجي البنات صحيه وخفيفه البنات. غير جربوا الحريره بالخميره البلديه بالنسبه للبنات اللي مازال ما جربوهاش، عرفتي كتعطيها واحد الحموضه البنات، ويعني ديك الحموضه اللي كتعجبنا حنا في الحريره وكنبغيوها من مطيشه، وكنبقاو نزيدو في مطيشه باش تحمض لينا الحريره بلا ما تحتاجو. كيف ما شفتوا معايا انا الحريره ديالي راه ما زدت فيها لا مطيشه داد الحك اولا طماطم مركزه، ما زدت فيها حتى شي حاجه، داكشي اللي درت معاكم هو اللي كاين صافي. كيف ما شفتوا معايا وريتكم التميرات، كنت خديتهم من غون فخيف صراحه زويونين، جوج كيلو كيجيو بشي 10 الاورو، عجبني التمر حليته اول مره معاكم، يعني انا خديته ما شفتوش كيفاش داير، ولكن كانت النتيجه ديالو زويونه، يعني التمر زوين ماشي ما فيه زعما ديك الدويدات ولا هذا. مهم هنا دزت الخبيزات ديالي البنات، هانتوما غتشوفوا العجينه بقات خفيفه البنات وصافي، كنت غنطلقها فوق هكا فوق سطح العمل ونبدا نقطعها، ولكن كانت غادي تعذبني لان خفيفه بزاف، صافي وفضلت انني نقطع كويرات صغار هكذا وكل وحده نقرصها بوحدها. صافي وبديت كنطيب مباشره البنات، لان صافي ديجا راه خمروا تبارك الله، راه شي جوج ساعات ونص هما كيخمروا. وكيف ما كتشوفوا من بعد ما كدوزوا مباشره طيبوا حتى هما راه كيتنفخوا. بالنسبه هذا السؤال بالنسبه للبنات اللي سولوني على الخميره البلديه، واش المخيمرات كيتنفخوا وكيجيو خاويين من الداخل بحال الخميره العاديه، مهم بغيت نشارك معكم هذه اللقطه باش تشوفوا بان راه حتى هما كيتنفخوا، هانتوما كيتفتحوا بسهوله وكيجيو خاويين من الداخل، تقدروا تعمروهم البنات باللي بغيتو. مهم هذا كان كجواب على بعض البنات اللي كيسولوني. صافي وهنايا وجدت المائده ديالي، ساليت كل شيء، حاولت نسالي بكري باش نقدر نصور لكم المائده كيفاش جات، وفي نفس الوقت حتى انا نجلس نرتاح شويه بعد ما ياذن المغرب، ماشي ياذن المغرب ناكل ديك التمره وانا واقفه نصلي، يعني نجي يجي داك الشيء مور بعضيتو، ما بغيتاش تكون هاد العام ان شاء الله، قلت بشويه عليا بما اننا ما عندنا حتى شي حاجه اللي شغلنا اولا غنخرجوا برا ولا الجري على برا والداخل، احنا غير في الدار الواحد يحاول ينظم وقته بحال مثلا في الصباح هكا الصلاه وقراءه القران، وفي العشيه يدخل شويه بكري لواحد الكوزينه يقاد كل شيء على خاطره وينزل الطبله ديالو شويه على بكري ويجلس مع راساتو يتكالما. مهم البنات كيف ما شفتوا معايا انا راه ما كنوجدش بزاف د الحوايج، وهذا العام اكثر قررت انني ما نوجدش حل من حاجه، قررت نقص لان رمضان راه ماشي هو الماكله، رمضان هو باش نبقاو شويه بالجوع، باش نخليو الجسم ديالنا يدير ديتوكس، ينقي الجسم ديالنا من الخلايا اللي كتكون خايبه، يعني ماشي الجسم نقيلو صايمين وفي الليل نعطيوه الماكله اللي صعيبه في الهضم، ونبقاو مهم نبقاو كنخلطوا من هنا ومن هنا ومن هنا، يعني يكفي بحال هكا جوج الحويجات اولا غير حاجه واحده معمره يكفي، مع هكا التميرات شباكيه، هذه هي بقلاوه اللي صايبتها البنات وما شاركتش معكم ديال اللوز، ولكن سبق لي شاركتها معكم شحال هذه. صافي بحال هكا التميرات شباكيه بقلاوه حريره اولا سوب كيف ما كانت. بالنسبه لهاد الخبيزات انا كيعجبوهم ولادي كيعجبوهم هكا كيكونوا معمرين بهكا بشلاضه،
صافي وبريوات عاديين، نقدر بعض المرات ندير غير خبيزات او لا غير بريوات، ماشي بالضروري نعمروا المائده تكون فيها من كل فن طرب ويبقى الواحد ياكل ياكل. يعني بعض المرات كتكوني انت ما قادراش وكتبقاي لا ندوق من هذه لا ندوق من هذه، صافي في الليل كتجي تنعسي كتلقاي راسك ما قادراش، كتجي تصلي التراويح كتلقاي راسك يعني ما كتقدري لا تهبطي لا تطلعي، الواحد يبقى خفيف. البنات بالنسبه للحريره تايب الخميره البلديه راها ما كتثقالش، يعني زليفه او لا حتى جوج زليفات البنات راه ما غاديش دير لكم شي حاجه، دغيا كتهضم كتسهل الهضم راه حسن من الحريره البنات اللي كدور غير بالطحين هكذاك، هذاك الطحين راه صعيب على المعده باش تهضمو، ماشي بحال اللي كيكون هكا مخمر وخصوصا بطريقه طبيعيه اللي هي الخميره البلديه. صافي البنات كانت هذه هي المائده النهار الاول رمضان، نتمنى تكونوا استفدتوا من شي حاجه منها وتنال الاستحسان ديالكم، غادي نضرب لكم موعد قريب ان شاء الله البنات في الفيديو القادم، ما تنسونيش من لايكاتكم ونتلاقاو ان شاء الله في التعليقات، قولوا لي حتى نتوما كيف داز النهار الاول ديالكم ديال رمضان بالنسبه للناس اللي صاموا البارح وبالنسبه للناس اللي صاموا اليوم. المهم البنات غنضرب لكم موعد قريب ان شاء الله في الفيديو القادم، غادي نقول لكم السلام عليكم وكيف ما العاده البنات تهلاو في راسكم.